أول ما تشوف كلمة حرف جر زائد تدور على ثلاث حاجات اللي هي الباء والكاف ومن، بتجمعها في كلمة بوكمان، يبقى حروف الجر الزائدة هي بوكمان. لو حذفتها فالجملة سليمة، لو حذفت فالجملة سليمة. بوكمان لو حذفت فالجملة سليمة، بوكمان لو حذفت فالجملة سليمة. تمام؟ طيب ناخده بقى تطبيق. سؤال رقم 50 امتحان ثانوية عامة 2021. ليس الماجد بذي طمع يشين، ميز الصيغة الصحيحة بعد حذف حرف الجر الزائد. طيب زي انا عشان حرف الجر الزائد، فين حرف الجر؟ ما فيش غير حرف جر واحد في الجملة دي اللي هو الباء، فانا عشيل الباء دي. طيب اما اشيل الباء ارجع اشوف الجملة اعرب زي ديت كأنها بغير به، فاقول ايه؟ هل انت فعل؟ لا مش فعل. هل قبلك فعل؟ ليس. مين اللي ليس؟ الماجد، ادي اسم ليس. ليس ايه؟ بزي، يبقى زي، يبقى دي خبر ليس، يبقى خبر ليس دايما يكون منصوب، يبقى خبر ليس منصوب بالالف لانه اسم الاسماء الخمسه. يبقى بشيل الباء واطبق القاعده الذبيحه على الجمله واشوف هتطلع ايه. اسم ليس مرفوع وخبر ليس منصوب، ودي منصوبه بالالف لانها اسم الاسماء الخمسه، يبقى اختار زو. ما اختارش زي ليه؟ لان ده خبر ليس، وخبر ليس منصوب، وزي دي مجروره. ما اختارش زو ليه؟ لان خبر ليس منصوب وزو دي مرفوعه. زو دي مثنى وهنا مفرد، يبقى ما ينفعوش. اللي تنفع زي امتحان ثانويه عامه 2021 ادبي اللي فات ده علمي، الادبي بقى بيقول ايه؟ ما من شيء اثقل من الهم. بيقول لي احذف، بين الاسم المجرور بحرف جر زائد. عندي كذا حرف جر، فبيقول لي اني فيهم حرف جر زائد، اني حرف جر. اول حاجه احذف حروف الجر اللي قدامي اللي هي بوكمان، اللي الجمله بتاعتها سليمه تبقى ده الحرف الجر الزائد اللي انا عاوزه. طيب ما من شيء اثقل، فين حرف الجر بتاع بوكمان؟ من، اشيل منه واقرا الجمله. ما شيء اثقل من الهم، الجمله سليمه يبقى ده حرف الجر الزائد. طب اجرب، يبقى من شيء دي هي حرف الجر الزائد. طيب من الهم، اشيل من الثانيه دي. ما من شيء اثقل الهم، ما تنفعش الجمله كده باظت، يبقى ساعتها ده حرف جر اصلي، لان لما تشيل الجمله ما تبقاش بايظه. طب ببوارق، اشيل حرف الباء، فادفعه ببوارق الامل، فادفعه بوارق الامل، ما تنفعش، لازم باء. طيب اخر واحده بانوار، وبدده بانوار اليقين، ينفع وبدده انوار اليقين؟ لا ما ينفعش، يبقى الحرف الجر اللي ممكن نحذفه هو من شيء، فاختار رقم الف اللي هي من شيء. حروف الجر الزائده بوكمان لو حذفت فالجمله سليمه، وده التطبيقات بتاعتها والتركات بتاعتها.